أردنا من هذا الملتقى أن نسلط الضوء على السياحة الصحراوية وعلى مناطق الجذب السياحي الموجودة بمنطقة الطاسيلي واقعها وسبل تطويرها. أعتقد أن الملتقى أثار نقاطا مهمة جدا في اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لعملية التحول السياحي من وإلى في قضية السياحة التي ترتبط بعامل عولمة موجود الآن في العالم وهو ما يسميه ليزيستيشن أرفورد برايزس أنتر توريزم، كان في بداية هذه التحولات واهتمامات للسياحة.